ورجعنا تاني ولسه مكملين حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها عن السوشيال ميديا وربط الحياة الشخصية بالسوشيال ميديا. ويمكن من أكتر الحاجات اللي بنقابلها أو إحنا ساعات بنعملها برضو هي فكرة الأكل. الناس بقى اللي بتتكلم عن الرجيم والناس اللي بتتكلم عن إنه كرش كيبرز ولازم يبقى كرشك كبير وكل براحتك، دي من الحاجات الكتير اللي موجودة دلوقتي بشكل كبير قوي على السوشيال ميديا. علشان كده بعد الدردشة بقى اللي إحنا عملناها مع زمايلنا وصلنا دلوقتي لفقرة طبية مهمة جدا هيكون مشرفنا فيها دكتور مهم جدا، هو الدكتور أحمد جاد أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة وتنسيق القوام وعضو الجمعية المصرية العربية للتغذية العلاجية والصحية وكمان عضو الجمعية العربية للتغذية الإكلينيكية للأطفال. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. نورنا. ده نورك. إن شاء الله النهاردة أول مرة بس مش آخر مرة. إن شاء الله. بإذن الله. وطبعا الفقرة دي مش هكون فيها لوحدي، معايا كمان زميلتي المذيعة الجميلة سمر عبد العظيم. صباح الخير يا بلال، صباح الخير يا دكتور، صباح الخير مشاهدينا الجمال. طبعا يعني احنا مبسوطين ان دكتور احمد معانا النهارده وقد ايه الناس مستنيه حضرتك جدا، ربنا يعني يخليك، فان شاء الله تكون حلقه جميله ونقدر نستفاد بيها كلنا. تعالوا ندخل في موضوع حلقتنا على طول او موضوع فقرتنا على طول وهو مفهوم التغذيه، لان احنا بنسمع مصطلح التغذيه العلاجيه او التغذيه الصحيه ممكن يكون بنسمعه كتير، بس ايه هو بقى المفهوم الصحيح؟ ايه الاخطاء الشائعه اللي ممكن نكون بنقع فيها في المسمى ده؟ طبعا يعني اكتر حد هيجاوبنا على ده هو دكتور احمد. وفي البدايه انا مبسوط جدا ان بدا مصطلح التغذيه العلاجيه ده ينتشر والناس تبدا تسمعه بودانها وبدات تقوله كمان وترددوا، ان الناس كلها رابطه التغذيه، ما كانش حد بيقول تغذيه، الناس طول عمرها بتقول لك رجيم، دكتور الرجيم، دكتور الدايت، مفيش حاجه اسمها كده. ده مش صح. التغذيه العلاجيه دي علم كبير جدا، علم حديث جدا، يشمل مواضيع كتيره جدا، مش على قد انك رايح تعمل دايت وخلاص او انك رايح يعني تغير شكلك وخلاص، مع الاحترام طبعا لتغيير الشكل وتظبيط الجسم وكل حاجه، بس في المقام الاول التغذيه دلوقتي بقى ليها جانب علاجي كبير جدا، وخصوصا مع الحالات المرضيه زي حالات الضغط، حالات السكر، كوليسترول، دهون الكبد، حالات الاطفال نفسها. فكلمة تغذية علاجية دي مهمة جدا انها تنتشر بين الناس، مش مجرد بعمل دايت وخلاص، انا بعمل دايت علشان احمي نفسي او اقلل اعراض امراض ممكن تكون عندي او لسه هتجيلي في المستقبل. هو يمكن كنا بنتكلم قبل ما نطلع هوا على انه في اخطاء شائعة عن فكرة التغذية، ايه الصح، ايه اللي المفروض يتعمل، ايه اللي المفروض ما يتعملش. هو الفكره ان مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه ثابته لكل الناس، مفيش حاجه واحده لكل الناس، يعني مش شرط اللي جاب معايا نتيجه يجيب معاك نتيجه، وده اللي المفروض يحصل. المفروض بيحصل تقييم شامل من الدكتور ليك في اول زياره ليك، بيشوف نسبه الدهون، نسبه الميه، نسبه العضلات، الحاله الصحيه، معدل الحرق، كل الحاجات دي كلها لازم يحطها في اعتباره، وبالتالي بحدد الدايت اللي انا محتاجه وبحدد البلان كامله للفتره بتاعتك معايا. لكن ما ينفعش حاجه واحده ثابته لكل الناس، لكل الجسم، ما ينفعش ان انا اديني الدايت اللي انت مشيت عليه وخسيت، اديني الحاجه اللي انت عملتها، ما فيش الكلام ده. كل جسم ده كل اسبوع غير التاني، كل اسبوع في بلان تانية غير التاني، في استجابه مختلفه للجسم، في حاجات كتير جدا لازم تتغير. تمام. فده برده مفهوم لازم نغيره للناس. طب انا كنت حابه برضو اسال حضرتك سؤال، بما اننا بقى هنبتدي يعني اغلب الناس عندها اطفال وبتبقى نفسها تخليهم يتغذوا كويس جدا عشان يتفادوا لما يكبروا السمنه، هل ده مفهوم صح فعلا؟ لو اتغذوا بشكل صح مش لما يكبروا مش هيعانوا من المرض ده او مش هيعانوا من السمنه المفرطه؟ هو في البدايه احنا ما ينفعش نعمل دايت لطفل، يعني ما ينفعش اعمل دايت لطفل. تمام. احنا بنغير لايف ستايل، بغير اسلوب حياه، بغير طبيعه اكل، بغير حاجات كتير جدا، لكن دايت لطفل ده جريمه. ليه؟ لان الجسم لسه بينمو ولسه في تغييرات كتيره بتحصل كل فتره عن الثانيه، كل سنه، كل شهر عن اللي بعده في تغيير بيحصل. تمام. انا بعمل لايف ستايل موديفيكيشن، بغير اسلوب حياته، بمعنى الطفل ده لو بيتعشى بالليل متاخر معجنات، رز، عيش، الكلام ده، ببدا لا امنع العشاء في وقت متاخر، ابدا اديله سناكس صحيه ومكان الاكل مكان الاكل من الشارع ببدا اديله سناكس صحيه، فاكهه، فشار، الحاجات دي كلها، بقوم سلوك الطفل، بربيه من دلوقتي صح انه عارف ياكل ايه وما ياكلش ايه، ايه اللي هينفعه وايه اللي هيضره، وايه الحاجه اللي ينفع كلها في اوقات الفري. يعني انا ليا مثلا وجبه في الاسبوع، ليا يوم في الاسبوع باخد فيه اكل من بره، باكل فيه سناكس، حلويات، شوكولاته، الحاجات دي كلها. تمام. واحنا طبعا لانه موضوعنا طبعا بيهم كل الناس اللي بتتفرج علينا سواء كبير او صغير، هناخد مداخله دلوقتي من اسلام، ممكن يبقى عنده بقى سؤال او حاجه. صباح الفل يا اسلام. صباح الخير يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، منور الدنيا. وقول لنا سؤالك ايه لدكتور احمد؟ اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا بيك يا استاذ اسلام. هو انا سؤالي كان انا وزني 50 كيلو. تمام. ده بسبب يعني مشاكل صحيه قديمه وكده يعني.
تمام. فايه انسب حاجه او احسن حاجه اعملها عشان قدر ازيد او كده يعني، او حضرتك تنصحني بايه؟ تحاليل اعملها، علاج كده. وزنك كان كام قبل الخمسين، وايه المشاكل اللي ثبت لك النزول ونزلت من كام كيلو لحد الخمسين؟ يعني خسرت كام كيلو في الفتره النفسيه دي؟ تقريبا لا، هو انا كان عندي الغده الدرقيه تمام وشلتها وما اعرفش حصل ايه، بدات اخس. بعد كده جات لي الجرثومه تمام، خسيت حوالي 25 كيلو، ف وصلت فتره وديزه تقريبا 35 او 40 كيلو، بعد كده بطلع لل 50 كيلو بالعافيه. تمام. طيب احنا كده السبب معروف برضو. تمام. اسلام انت لسه معانا؟ تمام مع حضرتك. طيب اسلام، انت بياناتك سبتها لحد وانت بتكلمنا؟ لا. طيب قول لنا انت وزنك كام وطولك كام؟ وزنك 50، طولك قد ايه؟ الطول 165. تمام ماشي. في سؤال تاني يا دكتور حضرتك؟ سن 26 سنه. تمام، شكرا جدا يا اسلام وتابعنا للاخر. اتفضل. هو اول حاجه هو قال سببين النحافه اللي عنده او سببين نزول وزنه غير الحاله النفسيه طبعا اللي هي رقم واحد في كل الكلام ده، كل حاجه فعلا. اول حاجه مشكله الغده. لازم اول حاجه يرجع لطبيب غده صماء ينظم له موضوع الغده ويمشيه على ادويه للغده، يظبط له الكلام ده كله. الحاجه الثانيه جرثومه المعده لازم تتعالج، سواء في جرثومه معده او في ديدان. هو ما بيستفدش بالاكل اللي بياكله خالص، الاكل ده كله رايح على الارض، او هو اصلا مش هيبقى له نفس الاكل، لان مع يعني من اعراضها ان هو مع اي اكل بيحس بحرقان في معدته او بيحس بوجع في معدته ما بيقدرش يكمل الاكل. فهو لازم يعالج المشكلتين دول الاول، دكتور غدد صماء يعالج لي مشكله الغده ويعالج مشكله الجرثومه، وبالتالي بعد كده اكله يبدا يتحسن طبيعي تاني. تمام. يعني هرجع لك يا سمر، بس سمر كان بتتكلم عن الاطفال. تمام. في صور معانا دلوقتي لحضرتك مع الاطفال او مع بعض الناس اللي كانوا مع حضرتك في موضوع التغذيه. تمام. فبرضه ممكن نشوفهم واحنا بنتكلم. اتفضل يا سمر. طب يا دكتور، في وقت كده بيجي لاغلب الناس فينا لما بيتوتروا او يزعلوا بيتجهوا للاكل والدنيا تبوظ معاهم، يا ترى ايه الحاجه اللي ممكن تحسسهم دايما في الفتره دي على الاقل عشان يتفادوها ان هم شبعانين؟ الاكل اللي ممكن ياكلوه يشغلوا نفسهم، هم كده كده هياكلوا مش هيقدروا يستغنوا عن الاكل. تمام. بس ايه بقى الاكل اللي مش هيخليهم يبقى عندهم سمنه؟ تمام. هو اول حاجه برضو انا لازم كل حاجه ليها سبب. حضرتك قلتي هم حالتهم النفسيه مش مظبطه، مش احسن حاجه، حزن بقى، لازم خوف. يحصل يعني نقف معاهم، لازم نحسن الحاله النفسيه دي، نخرجهم من الحاله دي الاول. وطبعا الاكل الحاجه اللي هم بيميلوا ليها او الحاجه اللي عندهم شراهه ليها هم زعلانين، ممكن حلويات، ممكن شوكولاتات، ممكن الحاجات دي كلها، وخصوصا برضو البنات وفترات البريود والكلام ده كله وتغييرات الهرمونات، فده كله بيحصل. فانا ما ينفعش ان هو في الحاله النفسيه دي وانا برضو امنعه من الاكل. بديله بس بكميات محدده باوقات محدده، بس برضو لازم الدعم النفسي ده رقم واحد. يعني مثلا ما ياكلش في الوقت ده خضروات، فواكه طبعا، الحاجات بقى اللي هي تقدر فواكه والسوائل على طول. هو الفكره في تنظيم الاكل ان هو لو محافظ على السوائل على طول، وجباته في مواعيدها، لكن هو زعلان فما بياكلش، ماليش نفس اكل. فبيجي في وقت هو ما اكلش طول اليوم، فبيجي في وقت معين خلاص هو عايز عادي جعان جدا ياكل اي حاجه، هياكل اي حاجه قدامه. لكن هو لو واكل على فترات متباعده، واكل الصبح وواكل بعد الظهر وواكل العشاء مثلا، فطار غدا عشاء، مش هيجوع. طيب. حتى لو جاع هياخد سناك بسيط، شوكولاته، فاكهه، الحاجات دي مش هياخد كميه كبيره. تمام. نرجع تاني لفكره انه طبعا يعني على حد علمي كل ما تلحق بدري تتخلص من موضوع انك تتفادى انك توصل لوزن معين، ده اكيد افضل، صح؟ اكيد طبعا. بالنسبه للاطفال التعامل معاهم بيبقى ازاي؟ واحنا شايفين ما شاء الله يعني طبعا بيفور وافتر يعني قبل وبعد، شايفين الموضوع فيه ناس كبار كمان. هو اول حاجه الدعم النفسي، التعامل النفسي مع المريض من اول ما يدخل لك. تمام. ده سواء طفل او حد كبير، ايا كان، ايا كان السن، ايا كان العمر اللي داخل ده، انت ده مش حاله مرضيه، ده انت بتعتبره اخ وصديق وابن وكل حاجه، وانت مسؤول عنه تماما من اول ما دخل لحد ما يخلص رحلته معاك. الدعم النفسي في اوقات بتبقى يعني معنوياته في السماء، فبيخس بمعدلات كويسه جدا وحالته النفسيه احسن حاجه. اوقات تانية في حاجات بتاثر على رحلته معانا، لازم انت تبقى واقف جنبه ودعمه، مش بتعنفه، مش بتوبخه، مش الكلام ده كله. الدعم النفسي رقم واحد، والمتابعه باستمرار. العيان لما يكلمك او المريض لما يكلمك يلاقيك موجود في اي وقت. دكتور انا بعمل كذا، انا عملت كذا، الحقني. دي اهم حاجه. انت تكون موجود مع المريض، مش مجرد ان هو جه النهارده كشف ومشي وخلاص، لا، احنا كلنا عيله، او حاسس ان انت هو منك، احنا كلنا مع بعض، كلنا اسره واحده، كلنا عيله واحده، عشان يقدر يتقبل المعلومه بتاعت حضرتك. بالظبط. انا خايف على مصلحته اكتر منه. اوقات انا ممكن اعنفه عشان تقصيره، عشان دلعه، عشان حاجات كتير، بس في الاخر انا يهمني نتيجته، يهمني حالته، يهمني حالته الصحيه. انا بعمل كده عشان هو يبقى في احسن حال، لان هو جاي لك من مشكله، سواء تنمر، سواء مش قادر يمارس حياته الطبيعيه، حاجات كتير جدا، فلازم احل له مشكلته. واحنا برضو دايما بنقول انه
مش معنى انك هتعمل دايت او رجيم ان انت هتتحرم من كل حاجه او ان انت هتموت من الجوع مثلا، لانه في ناس عندها خلط ما بين ان انا هعمل رجيم فانا واحد بحب الاكل كتير مش هاكل خالص فهتخلص من الاكل ازاي. فدي طبعا بتبقى مشكله عند ناس، بس في نفس الوقت في بقى عندنا حاجه اللي هي فكره المقارنه، انه انا عايز ابقى زي جسم فلان، وخصوصا ده موجود عند، انا اسف يا سمر، يعني موجود عند البنات كتير. لا حقيقي انا عايز ابقى زي بنت خالتي، انا عايز ابقى زي صاحبتي، وبنفضل نبص لبعض في الحاجات دي اشمعنى كده. ما عندهمش المفهوم ان كل جسم مختلف عن الثاني. اقول لك حاجه يعني، او اقول لك ثلاث حاجات، ودول ثلاث اهم يعني اهم ثلاث حاجات لازم ناخد بالنا، واي حد عمل دايت او لسه هيعمل او بيفكر ياخد باله منهم. ما ينفعش اقارن نفسي بحد. طلع المقارنات، ليه انا ما خسيتش زي فلان؟ انا عايز اخس زي فلان، ده غلط. جسم مختلف، ده جسم مختلف، سن مختلف، عمر مختلف، حاله صحيه مختلفه، معدل حرق مختلف، معدل نشاط في يوم وطبيعه شغل مختلفه. النظام الغذائي بيختلف برضه من شخص للتاني، صح ولا طبعاً. هو اكيد طبعا النظام الغذائي لازم يتغير، يعني كل جسم غير التاني، كل شخص، كل واحد حاله لوحده. كل انا بغير الاكل كل اسبوع، ما بديش نظام يعني. ده معناه يا دكتور ان مفيش حاجه اسمها اتفضل دي ورقه التخسيس؟ مفيش حاجه اسمها ورقه، مفيش حاجه اسمها كده، ورقه التخسيس مفيش حد يعني تتوزع على كل الناس. لا لا مفيش حاجه اسمها كده. هو انا ما اعرفش الشخص اللي بره ده ظروفه ايه، حالته الصحيه ايه، دهونه كام، نسبه دهونه، نسبه الميه، نسبه العضلات، مفيش الكلام ده. يعني لو حد من الحالات معانا سمعنا ممكن يبعت لك الورق كمان. انا كل اسبوع بغير دايت. احنا معانا فعلا، انا اسف للمقاطعه، احنا معانا ايمان من المنصوره اظن. ازيك يا ايمان؟ عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا كنت 80 الا كيلو، فعملت رجيم مع نفسي، قللت في الاكل 3 شهور بقيت 73. تمام. جيت وزنت نفسي بعد رمضان والعيد لقيت نزلت 30 جرام، يعني بقيت 73 و 30 جرام. وانا الوقت طولي 163. تمام. المفروض بقى انزل قد ايه او وزن صحيح بقى قد ايه على طولي؟ طيب عندك كام سنه؟ انا عندي 33 سنه. طيب متجوزه، في اطفال، في حصل كام ولاده، كام حمل؟ معايا طفلين. طيب تمام. تمام شكرا يا امان، تابعينا للاخر وتابعينا برده على صفحتنا عشان هنقول حاجات مهمه جدا ليها علاقه باللي هيقدمه لنا النهارده الدكتور، وطبعا ارقام الدكتور موجوده وصفحه الفيسبوك. اتفضل يا دكتور. بص هو برده دي حاجه هي لفت نظري ليها دلوقتي. انا طولي 163 وزني المفروض يبقى وزني كام؟ كلام الورق بيقول وزنك 63. صح. ده كلام الورق. طب الكلام الواقعي بقى ما ينفعش، سنها معدي 30، حصل ولاده مرتين، فجسمها وهي بنت وهي 63 كيلو غير جسمها وهي مدام، غير جسمها وهي مدام، احتياجات جسمها نفسها، احتياجات نفسها لجسمها وهي انسه غير احتياجات جسمها وهي مدام، غير تاثير الولاده والحمل والرضاعه، ده كله بيغير في طبيعه الجسم وطبيعه الهرمونات وكل حاجه. فاحنا هنشوف الانسب لشكل الجسم، انا بحكم بالشيب، بسايز الجسم، بشيب الجسم على الشخص. تمام. انا ممكن اخليها 63 كيلو او 60 كيلو بس هتبقى ضعيفه جدا، شكلها ضعيف جدا. كل شوف انت مريضه، انت تعبانه. طب ممكن تبقى 65 67 وتبقى في الجسم المظبوط، الشكل المظبوط، احتياجات جسمها في الفتره دي. طيب في سؤال بيبقى دايما بيراود البنات ومصين يسالوا لحضرتك بصراحه. في بنات بتعمل دايت واول حاجه بتخس فيها هي وشها، وبقى تاخد تعليقات وكومنتات انت تعبانه، انت مريضه، وشي خسس ليه كده، انت يعني، فبتبقى طبعا بتتقفل بقى، وهو انا كده اكمل ولا لا، بتبقى محتاره. فهي عشان في، هل يعني تقدر ان هي تشوف اجزاء معينه تخس في الجسم، يعني تحدد هي عايزه تخسس ايه بالظبط في جسمها، ولا ده طبيعي ان ده يحصل مع الوقت هيتظبط الدنيا؟ بصي اول حاجه ان انا بعمل دايت بس، يعني ماشي على دايت بس، انا ما بتحكمش ايه اللي هينزل، انهي منطقه هتنزل. طيب. بس كون ان انا وشي بينزل اكتر من بقيه جسمي، او المنطقه اللي انا عايز اخسسها اصلا ما بتنزلش، وشي اللي هو ملوش علاقه بالموضوع بيخس، فمعنى كده ان انا بخس غلط. بمعنى انا ممكن وارد جدا اكون بخس ميه، بكون بخس بروتين، بخس عضلات، فكل ده هيدا في الجسم. نزول الميه من جسمها بسرعه جدا لانها بتكون حارمه نفسها جدا من الاكل. فعلا. بينزل معاه فيتامينز مهمه جسمها محتاجها، مينرالز جسمها محتاجها، فبيأثر على شكل وشها، على شعرها، يبدا يقع، هتبدا ضوافرها تتكسر، هيبدا كل حاجه هي بتشتكي منها سببها معروف بس هي مش عارفه. فقبل ما اخس صح، اشوف انا محتاج، مع نفسي كمان. لا ما ينفعش اخس مع نفسي، ولازم الميزان اللي هو بيحدد الانبادي، الميه والعضلات والحرق، نسبه الميه، الدهون، معدل الحرق. لا لا لا، الميزان الطبيعي ليه كل احترامه، بس مش ده اللي هيخليني اخس او امشي بيه على دايت او على فتره معينه اخس بيها. انا طلعت وزنت ما اعرفش انا خسيت عضل ولا دهون ولا ميه. احنا طبعا معانا اسئله كتير يا دكتور، وفي كمان مداخلات عايزه تجي لنا، بس احنا طبعا مرتبطين بوقت، فيعني هاخد من حضرتك حاجه قبل ما نختم مع سمر. حضرتك قلت لنا ان شاء الله هيبقى في حاجه خاصه لمتابعين استراحه،
نقول لهم ايه بقى يعني؟ كلايف ستايل وكتغيير لا بالنسبه لل يعني العرض اللي ممكن نقدمه لهم احنا اي حد يجي من خلال استراحه 50% على جلسات تفتيت الدهون ونحت القوام. 50% على اول حد جاي من تفتيت الدهون ونحت القوام. تفتيت الدهون دي يعني اماكن معينه في الجسم زي حالتي كده. انا عايز اخسس البطن، عايز اخسس الظهر، عايز اخسس الرجل، عايز اخسس الارداف، عايز اخسس الايد، عايز اخسس اي منطقه في جسمي، بس الشرط الوحيد لايف ستايل معاه، دايت بلان بسيط مع تظبيط اكل. تمام شكرا جدا يا دكتور. تمام. طب حاجه سريعه كده يا دكتور، ايه الحاجه اللي ممكن تهدي بيها برضو المتابعين بتوعنا او المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي نظام غذائي صحي نمشي عليه في يومنا، نتفادى بقى الكورونا وجهاز المناعه يرتفع والدنيا تبقى احسن؟ هو بالنسبه للكورونا برضو احنا اهم حاجه في الموضوع شرب سوائل باستمرار. سوائل الميه يا جماعه اهم حاجه، السوائل اهم حاجه، الخضار الورقي، الفاكهه، الكلام ده كله ده اهم حاجه في تغذية مرضى الكورونا، يبقى السوائل والخضار، الخضار الورقي والفاكهة والبروتين طبعا. طيب في الحياة الطبيعية بقى انا مش عايز اخس، انا عايز اكل لما اجوع بس ما تخنش. تمام. اول حاجة اعملها امد ايدي على البروتين، انا وقت ما اجوع امد بروتين، بلاش نشويات، بلاش نشويات، حاول على قد ما نقدر نبعد عن النشويات، نخليها على اخر حاجة. تمام. طيب كتير مننا بيصحى من نومه يجري على موبايله ويمسكه، حتى بينسى يقول لأهل بيته صباح الخير مع افطاره الجميل، مع ان الاكل ده هو اكتر حاجه بتساعدنا وتدينا الطاقه عشان نكمل يومنا. التواصل الاجتماعي خلانا كمان نفقد التواصل الحقيقي ما بيننا وما بين بعضينا في تعاملاتنا، مع انه هو عنصر مؤثر وسلاح ذو حدين. بس من مكاني هنا حابه اقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، يا ريت تخليكم وتقدروا تفصلوا الواقع عن العالم الافتراضي او العالم السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه، عشان نقدر نوصل لحياه افضل وتبقى حياه مريحه نعيشها كلنا. شكرا جدا دكتور احمد جاد، بجد حقيقي استمتعنا مع حضرتك جدا، ونفسنا في لقاءات تانية كتير ما اكيد ما شبعناش من حضرتك ومن معلومات حضرتك. طبعا كنت حابه اشكر بلال عبده زميلي اللي كان بيشاركني النهارده الحلقه، قد ايه حلقه جميله بوجودكم معايا. وزي ما احنا بقى متعودين نختم ونقول من دلوقتي للحلقة الجاية هناخد بريك ونفصل شوية.